السلام عليكم اخوتي، كيبقيتوا لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. هذا النهار راني جبتكم من هذا المحل طلامط، زعما زوينين، الثمن ديالهم مرطب وزويونين، رويميين، اللي بغى الحاجه روميه. ها انتم اخوتي، مرحبا بكم. هانتوما خوتي زويونين، هانتوما روميين زوينين. شحال هادو الثمن ديالهم؟ خمسين درهم. هانتوما خوتي، هانت اختي اللي بغيتي تشوفي طلامط، ها هما طلامط، راني جبتك طلامط ثمن مناسب معاوض اللي بغيتي ديريه، الوي اللي عجبك، رويميين خمسين درهم. هانتي هذا السنبل، وهذا ديالو معاه، وراه التوب زوي والمبرا زوينه. هانتيا هاللوينات خمسين درهم غزال. هاهما عاود هادو، مرحبا بك اختي. هانتي هذا بشحال هذا؟ هذا بستين درهم، هذا زوين، هذا عاود تيجي في الرومي. بشحال هذا؟ ستين درهم. هانتي هو الزواق، ها السندل ديالو، ها اللوينات، هانتي اللوينات ديالهم، راه ثمن مناسب. وهادو عاود تاهوما زوينين. شحال هادو الثمن ديالهم؟ هادو كيبقاو 55. 55 ساعة. هاد المبرا، هاد المبرا عاود اللي بغاها يزوق بها حتى هي. شحال هادي؟ 30 درهم. ها انتوما المبرا 30 درهم، اللوينات ديالها، كل واحد تيدير الحاجه اللي تيرتاح فيها. ها 30 درهم، ها اللوينات ديالها. هاد المبرا هادي اللي قبالتها كاليفورنيا، 40 درهم ديال اللي ما تيبانش فيها طبايع. ها هي هانتوما، غنوريكم الظهر ديالها، والله ما بغا يتقلب. هانتوما ها الظهر ديالها باش تعرفوا، هذه المبرة ديال اللي ما تيبانوش فيها الطبايع. ها هي الثمن ديالها راه ما كملش 50 درهم. شحال قلت؟ 40 درهم. يا 40 درهم. هانتوما اللوينات كاملين كاينين، وهذا هاني عندوز ليه. وهانتوما عاود هذا داير ما هو مبرا، ما هو دان. هانتوما المهم، هاللوينات، هاللوينات في هاد الميطه. المهم اللي بغى. هانتوما خوتي، هيا مخيطه، هيا مخيطه، تدير كل واحد الذوق ديالو، اما الزواقه بجوج، اما الزواقه والسانبل. ها هي هانتوما، هادو الزواقات بجوج، وهاديك راها الزواقه والسانبل. شتي مخيطين، راهم حاطينها كيفاش مخيطه. هانتوما هي فيها هاد موطار، فيها هاد الكحل، ها اللوينات، الثمن راه مناسب. هانتوما هو جاي في، هانتوما باش تعرفوا هاد المحل فين جاي. هانتوما خوتي راه جاي في السوق، جهت في كاسابا، ها الفلوجه، راه جاي في الفلوجه، جهت مالين ديك الشيء ديال الحديد، البيبان. هانتوما سمحوا لي، هانتوما جاي باش تعرفوا، هانتوما جيت فين تبيعوا البيبان الحديد، الفلوجه. هانتوما تهبطوا على ديك الهبطه، ها هو هنا، تا عنده ثمن مناسب، عنده ثمن مناسب ديال 50 درهم 30 درهم. المهم اللي بغى مرطب، ثمن مرطب، وراه تيجي زوين، تتبقى في البصاله والخياطه وكيفاش الذوق الانسان وصافي، ماشي بقى تكتب كيفاش مخيطه. عاود هادي هانتوما، هادي عاود كيفاش مخيطه، المهم على حسب الذوق الانسان. ها هي هادي اللي قلت لكم 50 درهم، ها هي كيفاش مخيطه. عاود ها هو كاين هاد الشكيل، عاود هو زويون، مكلك تخدمي معاه السانبل، مكلك تخدميهم هكا بجوج مزوقين، ها هما على حسب.
نتوما ها كتارة بالي شحال هادو المتر؟ 35. هانتوما ها مقشا البلدية ها هادو المهم الشكيلات ها هما 35 وديك الساعة إن شاء الله اللي جا عندو راه غادي يتعامل معاه. هانتوما ها الشكيلات هانتي أختي اللي باغية الكتارة الطبالي والفراش هانتي شوفي مرحبا بيك إن شاء الله عاد تجي عندو ما يكوني خاطرك. ها ديك الشيء تجي ديك الساعة إن شاء الله عندك الاختيار. ها هما عاود هادو بشحال؟ 25,000 فرنك. هادو معاوطين عاود 25,000 فرنك. هادو بشحال هاد؟ طيفور شحال؟ 4,000 درهم. بهادو دياولو ولا بوحدو؟ الشوك هاد شحال؟ هادي 1400. الصغيرة ديالها هادي 4,000 درهم. الصغيرة 120,000 فرنك. المهم ديك الساعة إن شاء الله منين نجي عندك غتصوب معاها. وديك الموديل هذاك راه بشحال؟ 35. المهم ها انت يا اختي شوفي ومرحبا بك وراه غادي يتعاملوا معاك اللي جيتي عنده راه غادي يتعامل معاك. ها انت الشكيلات راه كاين الاختيار. والفراش كل حاجه هاد الفراش هذا بشحال؟ هذا بشحال تيتعمر؟ 650 درهم. تيجيو مصوبين في الشركه دولي دون. نشوف دولي دون اللي بغا حويجه زوينه. المهم والثمن ديك الساعه راه يصوب معاك. وهذا بشحال؟ 400 درهم المتر. هذا الثمن ديالهم شحال هذا؟ هذاك يقولوا 30,000 فرنك. 30,000 فرنك. راه الثمن زوين وان شاء الله تجي وما يكون الخير ان شاء الله. والفراش هانتوما ها كاينه ها الطعم الكونج القومه هذا اللي زوين ما تيطيحش ما تيهبطش. المهم انت تشوفي شنو باغيه وهو عاد تيصوب لكم تيخيطو تتفاهموا على الثمن وديك الشيء وتيصوب لك اللي بغيتي. هاهما الشكيلات هو جاي هذا تا هو في كاسا براطا. هانتوما هانتي اختي فين جاي؟ ها هو المحل ديالو. سميت هاد البلاصه بالضبط هي كاسا براطا ولكن هاد الشارع ما عندوش سميه. نحطو النمره وصافي. هاديك دا هانتوما الطلعة ديالو ها هي. هانتوما نتمنى يبان لكم فين تعرفو. ها وحده مول الزرابي. هانتوما حداه مول الزرابي ها وحده باش تعرفوه. هانتي يا اختي ها النمرة ديال هذا مول الكتارة والفراش وهي هادي النمرة ديالو. عاد اتصلي بيه وعاد ينعتلك راه في كاسا براطا. هانتي هي المحل ها هو
هانتوما راه كلشي خوتي فيه، المهم الثمن معاوض، الثمن مناسب، وعاود كل واحد تيمشي على قد الجهد ديالو، عاود راه تنحط عاود شي حوايج لي غاليين وزوينين، والمهم كل حاجة الواحد تيمشي على الجهد ديالو، تا هادشي زوين ومعاوض، لي بغا شي حاجة تيصوبوها لو، يخيطولك الفراش. قال لي دابا نصيفط لك الصالون من تيوجدو يسالي الصالون، قال لي دابا نوجدو نصورو لكم نحطو لك تشوفيه كي تيجي. هانتوما راه عنده كلشي تا هو، وعندو النوامس الماطلات ديال هانتوما الماطلات تا هما عندو كلشي كاين. شوفو هاد المحل راه في كاسا براطا، ها هو عندو ديك الشي غزال ما شاء الله، والثمن مناسب. شحال هاد؟ 70 درهم. انت اختي انت اللي باغيه طليمطات، حنا صورتهم لك قلبتك على الثمن زوين، انت هاد 70 درهم. وهادو اللي حداهم دوك البروكر الوان ديالو 130 درهم. انت هو البروكر غزال 130 درهم، كلهم كيجي فيه طروط. فيها الخديه، وديك الساعه اللي بغى شي حاجه عيدي جوج ولا يديهم هكا ثلاثه، ولا يدي زواقه مع زواقه، شي واحد يدخل مع السامحين الساعه اللي بغى يدخل حسبي راه تيدخل. هانتوما هاد اللي في الباب الزواقه ديالهم ما هادو مخيطين، المهم تتحطوه هكا مخيط باش يبان الموديل ديالهم. شحال هادو؟ هاد الرويقه؟ الرويقه 50 درهم. 50 درهم؟ ها هما غزالين ب 50 درهم غزالين. هانتوما هانتوما الشكل ديالهم راه زوينين. وهاد الموبرا هادي 180 درهم. 180. هانتوما ها اللوينات ديالها. وعتصوب مع المشاهدين ديالي ان شاء الله، تصوب معاهم وعتهلا. بارك الله فيك. هانتوما هاد الحديديات عاود اللي فيهم هاد النبات اللي بغى شي حاجه، هانتوما الشكيلات. وهاد هادو شحال؟ الطروزين 280 درهم. 150 درهم. ها الشكيلات راه كلشي غزال، ثمن مناسب وعلى حساب ديك الشيء ذوق كل واحد شنو باغي. هانتوما هادو عاود غزالين، هادو الثمن ديالهم 280 درهم بحال بحال. الحسبي 150. بغاو يديو الحسبي ومعاه هاد الزواقه او تديو معاه هذا، المهم ديك الشيء ولا هكا كاملين، ديك الشيء على حسب ذوق الانسان. هادو اللي قلتي لي ب 50 درهم هاد الرويقه، انت هادو ب 50، انت هادو ب 50 غزالين. هانتوما تا هما 50 درهم راه مزيونين. هانتوما هاد الحاشيه ديالهم هما، وهاد المبرا هذيك 150 درهم. واللي بغا بحال دابا الفراش الكتاره تتصوبو كامله. هانتوما الشكيلات، ورا المحل هو راه جاي كاسا براطا، ها هو انا نحط لكم النمره ديالو. هانتوما في كاسا براطا، ها هو جاي في هاد الشاري. هانتوما هاهي قبال تبانه، تيبيع فرارن ولا كيلات صغين، ها هو
عليا راه هو قبالته باش يبان لكم ها نتوما هاد الشارع هو قبالته المهم يبان ما بغيتش نشد الناس ها نتوما خوتي مخوتي راه عندنا حال غزال فيه كل شيء ما شاء الله يا الله خوتي بسلام عليكم خليتكم على خير نتمنى لكم ان شاء الله صحه جيده برجه ممتعه وكملوا الفيديو تالتالي باش يوصلكم كل جديد ومرحبا بكم وشكرا.